طابت أوقاتكم. البداية مع العناوين. البيطار يصدر مذكرة إحضار بحق حسان دياب. طراف من بعبدة للمسؤولين اللبنانيين: ما عاد في وقت. المستشفيات لا تزال تعاني من شح الأدوية والمحروقات، فما المطلوب؟ الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. البداية من لقاء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مع وفد أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت الذين أكدوا دعمهم المطلق للقاضي البيطار. هذا وكان البيطار أصدر مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعد تغيبه عن جلسة الاستماع إليه ورفضه المثول أمام البيطار. وكان البيطار أشرف صباحا على محاكاة عملية التلحيم التي سبقت انفجار 4 آب. نحن اليوم جينا عند القاضي بيطار تنقل له انه نحن عندنا كامل ثقه فيه ونحن مأيدينه بكل شيء بيعمله بكل قرار بيطلع فيه. ولكل المطلوبين بقول ما راح نعيد الحكي وخلصنا من قصه الحصانات وهيك، ما بقى يضحكوا علينا، عم يضحكوا على حالهم. اكثر شيء بقول لهم اياه اليوم يعطونا سكوتهم وبس، ما بقى بدنا نسمع حدا منهم عم يحكي، يتركوا القاضي يشتغل وإذا بيريدوا بكل ذوق وتهذيب يعطونا سكوتهم. حابة أخبرهم إنه نحن أهالي ضحايا وشهداء مرفأ بيروت حنضل إيدنا بإيد وحدة، حنضلنا نطالب الحقيقة والعدل لهون وبس. خليهم يوقفوا يرجعوا عن اللي هني عم يعملوه، نحن لآخر لحظة حنطالب بالحقيقة ولآخر نفس. قضيتنا ما بتنتسى، جرحنا ما حيندمر، لنضلنا نطالب بالمجرم الحقيقي. مين فوت نترات الأمونيوم؟ مين استسهل وجودها بمرفأ بيروت؟ مين حماها كل هالسنين ومين فجرها؟ حابة أقول كمان للكل، لكل المسؤولين، الحصانات يلي أنتو متخبيين وراها هيدي حصانات عار بالنسبة لكم. التاريخ حيثبت أنه أنتو دولة فاشلة بكل معنى الكلمة. أنا بس بدي أقول عن تحركاتنا مستمرة، ولا شيء راح يوقفنا وكلنا ايد وحده، وراح يشوفوا اللي ما شافوه بحياتهم اذا الله راد، وجمعه الجاي او اللي بعد عاملين لهم شيء كثير حلو هون قدام العدليه، فالكل ينطرنا. بالاجتماع لا، الاجتماع كان منيح، نحن بنجي اجتماعات هون دعم للقاضي بيطار، القاضي عم يشتغل بطريقه كثير مضبوطه وقانونيه، وان شاء الله اليوم بنسمع اخبار جديده بتطلع عن مكتب القاضي، نحن كاهلي داعمينه للاخر. إلى ذلك نفى مكتب النيابة العامة التمييزية أن يكون المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قد بات شخصيا بأذونات الملاحقة الخاصة باللواءين توني صليبة وعباس إبراهيم، مؤكدا أن ما أشيع عار من الصحة ومغرض. وشدد البيان على أن عويدات لم يبت بأي طلب يتعلق بقضية المرفأ منذ تنحيه، مشيرا إلى أن البت بالأذونات ليس منوطا بالنيابة العامة التمييزية، إنما بالمجلس الأعلى للدفاع وبوزير الداخلية والبلديات. أعلن تكتل الجمهورية القوية في بيان عن توقيع نوابه على عريضة اتهام بحق رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وبعض الوزراء فيها لإخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم والذي أدى إلى الأزمة المعيشية الخانقة، لا سيما أزمة المحروقات والكهرباء والدواء على حد ما جاء في البيان. وأوضح النائب جوجع أيس أن العريضة تحتاج إلى توقيع 26 نائبا يشكلون 5 أعضاء المجلس لكي تسلك مسارها القانوني، مؤكدا أن كتلة القوات ستمضي قدما في مشاوراتها من أجل جمع التوقيع النيابية المطلوبة حتى ولو تشكلت حكومة جديدة، لأن مسؤولية الحكومة الحالية لا تنقضي إلا بمرور الزمن على الإخلال بالواجبات الوظيفية. الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين شرح عبر الـOTV الآلية القانونية للعريضة. طبعا مارس تكتل الجمهورية القوية حقه بتقديم عريضة اتهام، إنما هذه العريضة اللي بتستند بالأساس للمادة 70 من الدستور اللي بتعطي الحق للمجلس النيابي باتهام رئيس الحكومة والوزراء بالإخلال بالواجبات المترتبة عليهم
أو بالخيانة العظمى وبإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. هذه الخطوة تستلزم تأييد من قبل المجلس النيابي، ولكن المبادرة الأولى تتم على أساس أن يوقع عريضة الاتهام 5 أعضاء المجلس النيابي، أي 26 على 128، حتى تكون مقبولة من حيث الشكل كخطوة أولى، وحتى يتمكن رئيس المجلس النيابي من إبلاغ العريضة إلى الأعضاء البرلمان وكذلك إلى الأشخاص المعنيين بالاتهام، أي رئيس الحكومة والوزراء. ولا أعلم إذا كان تكتل الجمهورية القوية قدر جمع توقيع 26 نائب من أصل 128، وإلا بتكون الخطوة الأولى مبتورة وما بتكون قلعت، لأنه عديد أعضاء الجمهورية القوية بقدر صار 13 بعد انسحاب نائب أول في بداية عمر المجلس النيابي ونائب ثاني مؤخرا، أو يعني بتركه أو تم يعني طلبه طلب منه ترك الكتلة ما بعرف، وبالتالي صار عدد 13، يعني بعدهم بحاجة قد عددهم ليقدروا يعملوا الاتهام، طلب الاتهام دعني أقول. ثانيا، المفروض طلب الاتهام يتضمن تحديد الإخلال بالواجبات المترتبة، شو موضوعه وشو مواضع وشو الوقائع بالتفاصيل، ولا يصح أن يكون اتهام عام سياسي أنه مسؤولين عن الأزمة الاقتصادية. ما عم بقول أنه منهم مسؤولين عن رئيس الحكومة والوزراء، وأنا كنت من أول نهار ومنذ استقالة الحكومة أنتقد تقاعسها عن تصريف الأعمال وتلكؤها في القيام بواجباتها بالتصدي للأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، ولكن وقت لما بدنا نوصل لخطوة قضائية برلمانية بالتالي لازم تكون طلب الاتهام طلب متماسك، ويشترط بحسب قانون المحاكمات لدى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أن يكون طلب الاتهام متضمنا بصورة واضحة مواضع الفعل المشكو منه وطبيعته ونوعه، حتى يتمكن المعنيين من الدفاع عن أنفسهم. وفي فارق بين الاتهام السياسي العام اللي بيستند على عناوين فضفاضة واتهامات إجمالية، وبين الخطوة القضائية البرلمانية. في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف، الذي أكد بعد اللقاء أن لبنان بحاجة إلى الدعم آملا في أن تكون الأزمة مؤقتة. طراف الذي شدد على أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بكل ما يلزم من أجل المساعدة، لفت إلى تيقنه ومنذ بداية الأزمة ضرورة مساعدة لبنان للتعامل مع هذه الأزمة. أدعو مرة أخرى أصحاب القرار إلى تشكيل حكومة واتخاذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية لإخراج لبنان من أزمته الحالية. وبمجرد تشكيل الحكومة سيعيد الاتحاد الأوروبي إطلاق المفاوضات حول أولويات شراكاتنا مع لبنان، وسننظر في حزمة مساعدات مالية إذا تم وضع برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي، كما أننا مستعدون لدعم العملية الانتخابية في 2022. يستمر الاتحاد الأوروبي في تقديم مساعدات كبيرة للشعب اللبناني. يمكنكم الاعتماد علينا في هذا الوقت الصعب، لكن على أصحاب القرار اللبنانيين أيضا تحمل مسؤولياتهم. ما عاد في وقت.
على صعيد آخر، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون يؤكد أن المستشفيات فارغة من المازوت ومن أدنى مقومات الاستمرار، قائلا إن لا أدوية ولا مستلزمات طبية، بالإضافة إلى أن الأسعار خيالية وترتفع بشكل جنوني. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هارون عبر الهاتف. أستاذ هارون، أهلا وسهلا فيك. يعني على رغم بداية الحلحلة بموضوع المحروقات، لماذا لا تزال المستشفيات تعاني من أزمة مازوت؟ لا، ما في حلحلة بالنسبة للمازوت. يعني هلأ عم إجا نبأ على وسائل الإعلام أنه في باخرة عم بتفضي حمولة بالزهراني وبترجع تفضي بطرابلس. يعني من بعد شو؟ من بعد ما وصلنا على الحافة، بعدين ما بعرف هول الكميات قديش بيقدروا بيهدوا. بمطلق الأحوال يعني الواقع الأمر المستشفيات صار لها، تبلغنا من أكثر من يومين أنه المنشآت ما فيهم مازوت مشان تيسلموا، تنروح نجيب من عند الشركات المستوردة الخاصة. الشركات المستوردة عندها كميات قليلة كثير، وهلأ طالعت الصرخة. هلأ إجاني بيان مثلا من مستشفى دار الشفاء بطرابلس، نهار السبت الصبح بده يوقف لأنه ما بقى عنده مخزون مازوت. وغيره من المستشفيات كمان عم يتصلوا فيه أنه خلال يوم أو يومين ببطل عندهم مازوت. طيب إذا بدهم يبلشوا يفضوا بالمنشآت هلأ ويبلشوا يوزعوا نهار التنين، في مستشفيات ما بتهدي لنهار التنين، شو بنعمل؟ هذا أول الغاز مستشفى دار الشفاء يلي هو مستشفى كبير بطرابلس بده يسكر نهار السبت. شو المطلوب لتأمين حل مستدام استاذ هارون؟ يعني كمان على هذا المستوى ما فيها المستشفيات تضل ناطره تفريغ بواخر او يعني ارتفاع المخزون ان كان لدى المنشآت او لدى الشركات الخاصه. شو المطلوب مزبوط. وهل بحثتوا بحل مستدام لهذا الموضوع؟ مزبوط، نحن عايشين على اعصابنا، يعني كل يوم بيومه. بدل ما يكون بالنا كيف بدنا نقدم احسن عنايه للمريض، بيننا كيف بدنا ندبر مازوت تندور المضطرات. الحل بده يكون اولا اذا بدنا حل معقول ما نكون عم نطالب بالمستحيل، ترجع شركه كهرباء لبنان تامن على القليله 10 12 ساعه 15 ساعه كهرباء، ونحن على المولدات اللي عندنا بنامن الباقي. بس اصلا حتى لو تواجد المازوت، هول المولدات الموجودين بالمستشفيات ما هم معمولين مشان يشتغلوا 24 ساعه. هودي بدهم صيانه، لازم يتوقفوا من وقت لوقت، ما عم نقدر نوقفهم تنعمل لهم صيانه. يعني ما بنعرف اي ساعه بيخرب الموتور بيتوقف. يعني ما بيجوز بلد ومستشفيات بدهم يامنوا على الاقل 20 ساعه كهرباء بمولدات خاصه. هذا ما بيجوز. الحل الجذري ترجع شركه كهرباء لبنان تعطي ساعات معينة من التغذية لا تقل عن 15-16 ساعة. نعم. على مستوى الأدوية استاذ هارون كمان، يعني كنت حضرتك عم بتقول أنه في أزمة دواء كمان موجودة لدى المستشفيات لا تزال. طبعا في وكل يوم عم نزيد عن يوم. يعني حتى أدوية سخيفة يعني اللي بوجودها ما في أهين منه، مثلا مثل الكورتيزون. هذا الكورتيزون نستعمله نحن لمرضى الكورونا، بيعطوه أغلبية مرضى الكورونا بيعطوهم كورتيزون مقطوع. وهلأ نحن بصلب موجة جديدة من الكورونا والكورتيزون مقطوع. بيستعملوا مثلا أدوية الفنتانيل كمان يلي بيكونوا على تنفس الاصطناعي مقطوع. بيستعملوا الإبارين لمرضى غسيل الكلى مقطوع. يعني هودي عم بقلك عن الأدوية الحيوية ويلي هن قيمتهم ما هي شيء، يعني قيمتهم بألوف الليرات، منا أشياء المهمة مقطوعين. نحكي الوكيل بقلنا انا عندي كميه 200 عبوه. شو 200 عبوه؟ اقل مستشفى بتصرف بالنهار 70 80 عبوه، شو عم نحكي عن 200 عبوه؟ للاسف بمقابل عم نشوف مداهمات يعني لمستودعات ادويه فيها كميات من الادويه بعتقد المستشفيات هي بحاجه لها باولويه. استاذ هارون، بعد سؤال اخير لو سمحت، كان ايضا اشرت يعني بعيدا عن الازمات للتوصل لاتفاق بين المستشفيات الخاصه والطوابع العسكريه، هل انجز الاتفاق؟ صار في حل بهذا الموضوع؟ اي نعم، ماشيين الطوابع العسكريه وقوى الامن الداخلي توصلنا لاتفاق بشكل يريحهم. يعني نحن القوى العسكريه والقوى الامنيه في لهم بكل وضوح بكل صراحه بكل شفافيه معامله خاصه مع المستشفيات. ونظرا لوضعهم الحساس ونظرا ل يعني كلنا بنعرف شو قيمتهم وشو كلنا لازم نكون بخدمتهم. توصلنا
وصلنا قوى الأمن الداخلي والضباب العسكري لحلول. بعد الحديث هلا مع الضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين ووزارة الصحة بعدنا ما توصلنا على اتفاق على التعريفات. اوكي، والحلول يعني المستشفيات الخاصة رح ترجع تستقبل عسكريين بشكل طبيعي؟ ما وقفنا أبدا بالرغم من الأزمة، ما وقفنا نستقبل، لا هذا خط أحمر. والاتفاق على شو قايم بهذا الموضوع؟ نعم، أساس الاتفاق على شو عم بيقوم بموضوع العسكريين؟ زيادة التعريف بنسبة معينة. نعم، ما أكيد مش بالنسبة اللي مطلوبة واللي لحتى تغطي فرق الأسعار اللي إجا من جراء الغلاء، ولكن مثل ما قلنا يعني نحن في نظرة خاصة للقوى العسكرية والقوى الأمنية. نعم. نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سامين هارون، شكرا لك على هذه المداخلة. احتجاجا على الأوضاع المعيشية وتوقف باصاتهم عن العمل بسبب فقدان مادة المازوت، اعتصم أصحاب الباصات عند جوانب أوتوستراد طرابلس بيروت عند جسر البالما، حيث عمدوا إلى تضييق الطريق وركن باصاتهم وسط الطريق العام تزامنا مع تدابير أمنية اتخذها الجيش اللبناني والقوى الأمنية. شوفيرية العمومة وخاصة الروزا ما عم بيفيون يعبوا مازوت، هذا كفر. المازوت موجود بمصفية طرابلس 7 ملايين لتر، بس شاطرين ياخذوه على عم ياخذوه لوين؟ على الكازينو، وعم ياخذوه على النايت كلاب، وعم ياخذوه على السهرات الليليه وعلى الملاهي. نحن ما بنقبل، الشركات كلها فيها وكل شيء فيه بدك مازوت موجود بطرابلس. منطالب الدوله اللبنانيه هيدي المازوت يجي ياخذوه اصحاب الحق واصحاب العوزه. بعد الأحداث الأمنية الخطيرة في عكار، أعلنت قيادة الجيش أنها أرسلت تعزيزات عسكرية إلى بلدتي عكار العتيقة وفنيدق لتقوم بفرض الأمن بالقوة وإطلاق النار على أي مسلح. القوات تتبرأ من إبراهيم الصقر والأخير يضع استقالته بتصرف جعجع من دون أن يمثل أمام القضاء حتى الساعة. على وقع شماعة التهريب على سوريا، أتت مداهمات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لتكشف المستور من خلال تحرير أطنان من المحروقات المخزنة، أكانت بنزين أم مازوت. تحت شعار ضربني وبكى سبقني واشتكى، وزع القيادة بحزب القوات اللبنانية إبراهيم الصقر اتهاماته على الآخرين بتهريب المحروقات إلى سوريا والاحتكار بمحاولة لإبعاد الشبهات عن نفسه. كل مخزون الجيش مليون ونص بالزوراني ومليونين ونص بطرابلس، نحن كرمال هيك ما ننطر وعد من ناس مثل هيدي. اوعى تنتكلوا على هدف السلطه، السلطه كذابين وهن عم بيوصلونا يخنقونا، والمازوت كله عم بيروح على سوريا. اعرف عدوك، المحتكر عدوك مزبوط والسوري عدوك كمان. ابعد من عمليه الاحتكار، فالصقر مستشهدا بالعزه الالهيه حاول ايضا لصق التهم باخصامه من اجل الاستثمار بالسياسه. باسمي انا هالفلاح البسيط قدامكم عم بحكي، يا شعب لبنان العظيم بشهد قدام الله وقدامكم انه ما حدا قطع البنزين بالبلد الا التيار الوطني الحر ووزارة النفط. بوقت حاول حزب القوات اللبناني التبرؤ من الصقر واصدر بيان للتنصل من الموضوع ولو من دون تسميه، جاء فيه حرفيا: اذا صح ما يذكر عن تاجر من هون او صاحب محطه من هنيك بينتموا للقوات اللبنانيه واكتشفت عندهم مخزون من المحروقات، فهيدا شانهم وشان القوى الامنيه والقضائيه المعنيه ولا علاقه للقوات فيهم. بدوره رد الصقر ايضا من خلال منشور على صفحته عبر فيسبوك فسر كعتب على القوات، حيث قال: انا معود على هيدي الاضطهادات وهالنوع من الحروبات، بس المشكله اذا الظلم اجا من المطرح يلي مش لازم يجي منه. اما الجمهور القواتي فبرر للصائر من خلال اعتبار انه صاحب سلسلة محطات وقود ومن الطبيعي انه يتاجر بالمحروقات. وهون بيسأل المعنيين: هل عملية شراء المحروقات بكميات هائلة على السعر المدعوم اي 1005 و3900 ليرة، واخفاء او تخزينها بخزينات بعيدة عن المحطات من اجل الاستفادة منها لاحقا بعد تحرير الاسعار، تصنف فقط تحت خانة التجارة بوقت كانت محطات الصائر بتسكر اوقات خراطيمة وأوقات بتفتحهم أمام حاملي البطاقات الحزبية فقط، فيما باقي المواطنين عم ينزلوا ساعات بالطوابير على المحطات سعيا ورا تانكة بنزين. عبي فينا نعبي جوا؟ بدنا نعبي بنزين. ما فيك تعبي؟ لا، معك بطاقة قوات؟ بطاقة ايه؟ بس لبطاقة قوات. بس قوات؟ ما معك بطاقة قوات. كشف أماكن التخزين تعاونت عليه كل الأجهزة الأمنية، ففرع المعلومات ضبط أكثر من 1.5 مليون لتر بنزين داخل خزانات للصقر
مطمورة تحت الأرض بحوش الأمراء بزحلة. بدور الجيش اللبناني وبمنطقة رياء زحلة عثر أيضا على خزانات مطمورة تحت الأرض وفيها 400 طن من مادة المازوت. وأيضا وأيضا كشف الجيش 150 ألف لتر من البنزين تم تخزينها بمحطة قيد الإنشاء ببلدة البربارة جبال، كميات ضخمة ومطمورة منذ أشهر وما تم استعمالها بحسب الخبراء. استدعى التحرك القضاء لفتح تحقيق بالموضوع، وبنتيجته أعطى النائب العام التمييز القاضي غسان عويدات إشارة بتوقيف مارون الصائر شقيق إبراهيم، واستدعى أيضا إبراهيم الصائر يلي ما حضر حتى الساعة للتحقيق من أجل استجوابه بهذا الملف، واكتفى بوضع استقالته مؤقتا بتصرف رئيس حزب القوات اللبنانية. مما بيطرح سؤال، هل رح يكون مصير إبراهيم الصائر بالانضمام لأسماء كتيرة أخرى لا تمثل أمام القضاء؟ نتابع النشرة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. في الأخبار الإقليمية والدولية، أكد وزير الخارجية الإيرانية الجديد حسين أمير عبد اللهيان أن طهران عازمة على اعتماد سياسة خارجية متوازنة، مشيرا إلى أن دول الجوار تأتي في مقدمة الأولويات في فترة توليه الوزارة. وفي تغريدة له بعد حيازته ثقة المجلس النيابي بحصوله على 270 صوتا مؤيدا، عبر عبد اللهيان عن فخره بالحصول على ثقة مجلس الشورى الإسلامي ليصبح ممثلا لشعب إيران العظيم على صعيد السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، لافتا على إلى عزمه اعتماد سياسة خارجية متوازنة ناشطة وذكية مبنية على مبادئ العزة والحكمة والمصلحة على حد تعبيره. في موضوع أفغانستان، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA أطلقت عمليات سرية لإنقاذ الأمريكيين الذين بقوا في أفغانستان، وذلك في مسعى لإجلاء جميع الأفراد قبل نهاية أب. وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة أن CIA بدأت في الأيام الأخيرة عمليات سرية لإخراج الأمريكيين من كابول وخارجها باستخدام طائرات هليكوبتر عسكرية وبمساعدة من القوات البرية الأمريكية التي لا تزال تحت سلطة وكالة الاستخبارات المركزية. في الخبر الأخير، أثارت بيونسي وشركة المجوهرات تيفاني أند كو جدلا بعد أن أصبحت المغنية الأمريكية أول امرأة سوداء ترتدي ماسة تيفاني الشهيرة، حيث قال النقاد أن الحجر سرق خلال الحقبة الاستعمارية. وأعلنت شركة تيفاني أند كو أن بيونسي أصبحت أول امرأة سوداء ورابع امرأة فقط على الإطلاق ترتدي الحجر الأسطوري كجزء من حملة الشركة الجديدة About Love، والتي تتصدرها بيونسي وزوجها جيزي مغني الراب. مع هذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. للمزيد تابعونا عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.